أغلبية موافقة. يهدف اقتراح إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق توفير الإعداد الفني العملي والعلمي لخريجي الطب، كما يهدف إلى رفع مستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية. ترى اللجنة أن أهمية تكمن في تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها من حيث وضع القواعد القانونية لتكفل الحدود المقبولة من تنظيم اللازم لمزاولة الأنشطة الرياضية في المنشآت والمحال التي تمارس فيها الألعاب أو التدريب أو الخدمات الرياضية كمراكز وأكاديميات تدريب الرياضة والأندية الصحية وحمامات السباحة وصالات اللياقة البدنية والرياضية ومراكز بناء الأجسام وغيرها من المراكز الرياضية. يهدف الاقتراح بقانون إلى المساهمة في دوام تقديم الخدمات للمواطنين بانتظام والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد إنهاء عقد العمل بناء على طلب العامل، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لغايات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته بإنهاء عقد عمله. يهدف الاقتراح طبقاً لما جاء بمذكرته الإيضاحية إلى إنشاء مركز متخصص لتسوية وفض المنازعات الرياضية مشكل من هيئة قضائية يتم اللجوء إليها بحيث يقدم خدماته من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة لمواكبة النهضة التشريعية الحديثة في المجال الرياضي وكذلك المنازعات الرياضية المستحدثة. يهدف الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة إلى تلبية دعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظ الله ورعاه بالخطاب السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، حيث قال جلالته: وبالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد حلول تتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتع بالعيش الكريم وخصوصا في مجال تحقيق الأمن الغذائي. ويهدف الاقتراح بقانون وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية إلى إلغاء النص على نظام العمل بغرفة المشورة لمحكمة التمييز المعمول به منذ عام 2014 بعد أن أظهر العمل العديد من العيوب وأوجه النقد لنظام غرفة المشورة. يهدف الاقتراح بالقانون إلى تنظيم الإطار التشريعي للطب التجديد بما يخص زراعة الأعضاء ومصادر واستخدامات الخلايا الجذعية في العلاج والبحث العلمي والصناعات الدوائية، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم في الخدمات الطبية والبحثية في المملكة وشمولها لأحدث تقنيات وأساليب العلاج. ولذا جاء هذا الاقتراح بهدف إنشاء هيئة معاملة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات المختصة وتنمية مصادرها في الغطاء الزراعي والحيوانية والداجنة والسمكية، وكذلك توافر مخزون الاستراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية ومتابعة استدامة توافر هذا المخزون من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل تحقيق الأمن الغذائي